مشاهدينا، احنا دائما في التغطية الخاصة لفعاليات مهرجان تويزا، ومعنا الآن نجم الشعب المتألق سعد المجرد. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. سعد المجرد، مدينة طنجة وعلاقتك بها؟ مدينة طنجة عندي بها واحد العلاقة وطيدة جدا، على ود يعني دوزت فيها أحلى أيام حياتي، دوزت فيها دوزون وأنا عايش في طنجة، وطنجة والناس ديال طنجة كل شيء زوين في هذه المدينة هذه، والجمهور زوين، وأنا كنتسنى غير وقتاش نتلاقى مع الجمهور الطنجاوي إن شاء الله. واش هذه أول مشاركة لك في مهرجان تويزا؟ هذه أول مشاركة. وي أنت حققت نجاح كبير وكبير جدا، لا في المغرب ولا في دول الخليج، شنو سر هذا النجاح اللي حققته؟ هو العمل الجدي والمثابرة، وحاولنا انه نخرجوا أغنية ماشي بالزربة ونخدموا عليها بشوية، وخدينا الوقت الكافي تقريبا 4 شهور ولا 5 شهور وحنا خدامين على شونسون بشوية، حتى لقينا لو سون اللي جديد اللي باقي ما تدارش، وكلمة زوينة وصريحة، والحمد لله. وعاوتاني الناس هما اللي نجحوا الأغنية ماشي غير حنايا. وشكون أنت؟ واش موجهة لشخص معين ولا؟ لا كنت شي شخص. تجي شخص. السيد الفنان القادر بشير عبدو والفنانة القادرة نزهر الكراكي، واش هما الدافع القوي اللي خلاوك توصل لهذا الشهرة ولهذا النجاح والتألق؟ بيان سور، معلوم. الوالد والوالدة ديالي هما اللي هم الفضل في هذا الشيء كامل، والرضات ديالهم اولا، وعاد كيجي الاكسبيرينس اللي خديت من عندهم، وغير بما انه انا كبرت بين جوج ديال الفنانين كبار بحال هكا، يعني اوتوماتيكمون راني تانسبيريت ديجا، خديت بزاف ديال الخبره من عندهم. فالوالد خديت من عنده لا ميوزيك، والوالده حاولت ناخذ من عندها يعني الحضور في المسرح. فانا مازال كلنا في البدايه، احنا مازالين كنكتشفوا. ملي كيكون سعد بوحدو وكيبغي يسمع يعزف ولا يغني لشي فنان، شكون الفنان اللي دائما كتسمع له ولا كتغني له، اللي كتعتبره كقدوه لك؟ كيعجبني نغني لفضل شاكر، كيعجبني نغني الوالد ديالي، وهاد الناس كلهم اللي كيعزيز عليا نغني لهم. كنبغي نشوف كيفاش غادي تخرج الاغنيه بصوتي بطريقتي. يعني هذا هو ديما التحدي اللي عندي، اولا الاكتشاف، البحث عندي. كنبغي مثلا شي اغنيه زوينه عجبتني ديال الفضل او ديال شيرين مثلا ولا شي حاجه، كنبغي نشوف كيفاش غادي تخرج بصوتي، واش غادي نأديها مزيان اولا لا. يمكن لك تغني لنا دابا مقطع غنائي عندك تربنا بصوتك انتي باغية واحد يكون دمه بارد، ساكتي ما جامد غلطي ما يدويش، لعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة، يكون راجل لمرة لا 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 بزاف على درويش. شكرا ربسينا، وشكرا لحضورك معنا وتلبية الدعوة. نتمنى نتلاقاوك ان شاء الله أيام أخرى إن شاء الله، وفي مهرجانات أخرى إن شاء الله. شكرا.